السلام عليكم، مصطفى الجامح من وكيل لائحة حزب تقدم الاشتراكية للاستحقاقات 2021. السبب ديالي أنا الترشح للاستحقاقات بالقنيطرة هو الغيرة على المدينة والغيرة طبعا على البلاد ديالي، بحكم التجربة اللي راكمت في الديار الأوروبية. فلما كتشوف مثلا داكشي اللي موجود في اوروبا والمسائل اللي كتشوفها هنا، كتخليك كتعطيك كمغربي كغيور على بلاده انك يعني تحاول انت تساعد بلادك وتساعد مدينتك. وهذا السبب اللي خلاني هو الغيره على المدينه ديالي اللي تربيت فيها وترعرعت فيها، وهذا هو الشيء اللي خلاني انني نترشح. كما كتعرفوا ان استحقاقات 2021 ما غتعطيش فائز واحد، غيكون غالب الاحيان ثلاثه او اربعه ديال يعني الاحزاب اللي غتسير مدينه القنيطره. وبالتالي انا كقنيطري يعني كاطار من مدينه القنيطره نقدر نقول لك بان كاين اولويات اللي ربما غنبداو بها هو حل المشاكل اللي تراكمت على مدينه القنيطره. ثانيا كاين اولويات، كاين مساله ديال الناقل، كاين مساله ديال الرياضه اللي مهمه جدا. كما كتعرفوا بان النادي القنيطري اللي يعني هبط القسم الهوات اللي يعني كانت ضربه قاضيه بالنسبه للساكنه ديال القنيطره، كذلك على المستوى الثقافي، مستوى الرياضي، يعني عده مستويات. فكاين اولويات وحنا غنتابعوا يعني الخطه ديالنا، هما غنبداو بالاولويات اللي مهمه بالنسبه للساكنه. الرسالة ديالي لسكان مدينة القنيطرة رجالا ونساء وشباب هو التصويت بكثافة على حزب الكتاب، حزب المعقول، ديما معكم ومعكم دائما. شكرا جزيلا. أنا الاسم ديالي عبد الإله خشان، جامعة بن منصور، إقليم قنيطرة. بعد أول حاجة شكرا لهذا الحزب اللي عطانا واحد الثقة وعطانا فرصة باش نتكلموا على الأمور اللي كتخص المناصرة. أول حاجة هو البنية التحتية، مثلا الطريق ما كايناش، الماء، الصحة، التيرانات. يعني شنقول لك، حنا يعني عندنا حنا بصفة عامة حنا بحال اللي نقولوا ضايعين، مثلا حنا متشردين، يعني خصنا شلا أمور. حنا كنتمناو من هذا 2021 إن شاء الله تعطينا واحد القوة اللي يعني هاد يعني نكون في تحسن، وجامعة المنصرة تكون في تقدم إن شاء الله، حقاش خاصنا يعني يكون واحد اهتمام كبير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.